نجحت مها الصانع في تحويل هواياتها لصنع المشغولات اليدوية إلى مشروع استثماري، وذلك بمساعدة أطفالها. مها الصانع نموذج يحتذى به، أوجدت لنفسها نافذة أمل من خلال مهن بسيطة. وفرت هذه المرأة قوت أسرتها من بعد أن تولت زمام المسؤولية. كان مثلاً قبلها هواية ممكن أمارسها، صديقة تطلبني أسوي مثلاً ديكور، قريبة عندها حفلة، لكن كان إنه هو مشروع نستثمره له. لكن قبل 6 سنوات اتخذنا القرار واجتمعنا ووضعنا خطط، وكنا نروح نتفرج مثلاً، نروح أماكن ممكن تفيدنا، نطلع عن طريق النت. خدنا لنا فترة إلين ما بدأنا الحمد لله. بأدوار تكاملية وبجهد جماعي تحولت أسرة مها لأسرة منتجة. ابنها وهبي ساعدها الأيمن في رحلة كفاحها، عجزت كلماته أن توفي أمه حقها. الوالدة كان لها مجهود كبير وتعبت كثير من البداية. أما ابنتها فيروز التي تحلم بأن تكون طبيبة في المستقبل، تؤمن بأن بداية الطريق لمسيرتها التعليمية تبدأ من مشروع والدتها الصغير. أول شيء الصبر، مرة كانت تصبر كثير ويكفني، كانت تستحملني أنا وأخواني، وكانت يعني ما قد مرة قلت لها أبغى شيء وقالت لي لا، فهذا شيء مرة كويس. أشكر جمعية البر أمانة العاصمة، وأتمنى إنه صوتنا يوصل يعني للمسؤولين ويعرفوا إنه الأسر المنتجة هذه أسر فاتحة بيوت بيأكلوا منها أطفال وبيتربوا وبيتعلموا، يعني حاجة ضرورية في المجتمع، وإنهم مجبرين يعني على هذا الشغل، مي مسألة اختيار. فإحنا ما لنا إلا طريق الأسر المنتجة يعني، فياريت يدعمونا، ياريت يعطونا فرصة أفضل من الفرص اللي إحنا بنحاول نخلقها لنفسنا، حتى لو ما كانت في دعم مادي أو كانت في محل، يدونا فرص نتدرب.